السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موقع اسمه Software Programming for Kids. طريقة سهلة وبسيطة وبيديني التولز اللي ممكن أبرمج بيها لو أنا طفل صغير عند مثلا 7 سنين 8 سنين. فبيقول لي إن هنا هتلاقي حاجات خاصة باللوجو، تمام، حاجات خاصة بالبايثون، طبعا مستوى بسيط بيشرح ببساطة، في السلحفة تبدأ تخلي السلحفة تبدأ انها تتحرك بالشكل دوت، تمام. طبعا دي كنا بندرسها في المدارس زمان، وتقدر تعمل لها انيميشن، حركة بسيطة، تبدأ تقول لها مثلا ترتل دوت مثلا جو ليفت وهكذا، ستامب يخليه يكتب، تكنر ده بيخليك تعمل واجهة رسومية تقدر تبرمج الريفت من خلالها، بحيث مثلا تبقى تنفع تشتغل في الويندوز وتحط بقى فيها تكست وبوتوم وحاجات زي كده، زراير، وتعمل حاجة شكلها حلو وجميل. وعندي هنا لو انا عايز اعمل العاب، كل واحدة من دول فيها مواضيع كتيرة تحتيها، بحيث ان انت تبدأ في البرمجة، وحطيت لك رابط لو انت عايز تاخد معلومات اكتر او عايز تبدأ ان انت تبرمج. فيعني دي لو حد عايز برمجة الأطفال ممكن يبدأ من الموقع الجميل ده. إن شاء الله هسيب لكم الرابط، أتمنى يعجبكم إن شاء الله.